برحب بكل العميد تبعونا اليوم، موجودة معكم أنا وسماح. طبعا حلقة جدا مميزة، نحن أول مرة سماحة بنقدم لكل العميد تبعونا هيدا الكوليكشن، كوليكشن من براند لبناني كتير معروف وهو براند سواري. نحن مقدمين اليوم كوليكشن أماسي، وطبعا لكل العميد تبعونا فيتشر سي في هي قناة التسوق الأولى اللي دايما بتقدم لكم أفضل المنتجات، وأحرصوا دايما أنتم تحطوا القناة ضمن القنوات المفضلة عندكم، كرمال لهيك دايما تقدروا تشوفونا ويسهل عليكم التعرف على أجدد المنتجات بالعالم. مزبوط، إذا متشكيلة عن جد عن جد أنا اليوم كتير حبيتها وكتير محمسة إني أحكي عنها أكثر. كرمال هيك اليوم عم نرجع نذكركم نقدمي لكم من ماركت سواري الشهيرة تشكيلة باسم أماسي. هيدي التشكيلة هي عبارة عن ثلاث ألوان بتاخذ العقل مثل ما أنا شايفين، اللون الأسود البيربل وأيضا لون المارون. هيدي التشكيلة كتير حلوة، جاية بثلاث مقاسات مختلفة، سمول ميديوم ولارج، وطبعا سعرها جدا تنافسي. عم نشوف السعر مثل ما عم تشوفوه على يمين الشاشة، ما حتقدروا تلاقوه غير حصريا عبر سيتر سيتي. صحيح، طبعا الكوليكشن اللي احنا مقدمينه هو كوليكشن جدا جدا رائع بألوان جدا مميزة. اوكي، أول شيء راح أخبر كل عم يتابعونا إن نحن السعر اللي عم نقدمه اليوم هو سعر مغري ولفترة قصيرة. ليش؟ لأنه الكمية اللي نحن عم نقدمها اليوم هي كمية محدودة، ما تفوتكم الفرصة أبدا. ما تنسوا كمان إنه هيدي خلينا نحكي الفساتين اللي احنا مقدمينها اليوم فيها تفاصيل بتجنن، سماح كواليتي جدا جدا عالي. راح نشوف مع بعض قديش هيدي التفاصيل جدا دقيقة. أول شيء الماتيريال نفسه هو معمول من الشيفون. اوكي، الشيفون سواء مثلا بيعطي هيك الشيفون، طبعا لما نحكي اللي هو الهاي هاي كواليتي اللي بيعطي طلة كثير حلوة. التفاصيل، التطريز اليدوي، الخيوط الذهبية المستخدمة قديش عم تعطي أناقة فخامة، وبتخلي السيدة كمان سماح مثلا ما تحتاج كثير اكسسوارز، لأنه عن جد بتحسي إنه كل هيك جزء بهيدا الفستان مشغول عليه بطريقة كتير كتير عالية. كمان الكم طويل، فنحن عم نحكي عن تفاصيل بتساعد السيدة مثلا هي تكون إطلالتها محتشمة بكل مثلا خروجاتها أو طلعاتها. أوكي، كمان هون عم نشوف إنه عنا الحزام مطاطي. أوكي، الحزام مطاطي معنى هيك إنه رح يكون كتير مريح وقت اللبس. أوكي، وكمان عنا الحزام الخلفي، هيدا الحزام الخلفي كمان بيساعدنا نحن نتحكم أكثر بالقياس، يعني عندنا ثلاث قياسات كثير كثير مميزين. إذا مثل ما شفتوا عن جد فساتين بتاخذ العقل مباشرة. رح أبلش بأول هيك، يعني عن جد فستان حبيته كثير كثير أنا وهو باللون المارون، واللي اختارته اليوم ميسة تلبسه عن جد بياخذ العقل مثل ما لكم شايفينه. هيك أول شيء لون بيخطف القلب، وبدي أعطي شوية معلومات ميسة هيك عن هيك الليدي اللي بتلبس أو اللي بتختار اللون المارون. هي هيك امرأة أول شيء ناضجة كريمة وعندها كثير خبرة بالحياة. حلو هذا كله عندي، يعني هذا اوريدي من مواصفات ميسا. وعم نشوف التفاصيل اللي كثير حلوة لهيدي الجلابية دريس اللي نحن مقدمينها. أول شيء أنا حبيت كثير التطريز الذهبي المشغول يدوياً، غير إنه عم نشوف تشكيلته مثل الورود مثل الغصون، فبيعطي هيك كثير من الأنثوية الطاغية على الجلابية. التفاصيل حتى من أسفل الفستان جاية بشكل كثير حلو، والقصة تبعه بتحسي إنه هي تنورة مفصولة عن كمان. بتحسي تنورة مفصولة شوي عن التوب، وعطي خصر كتير حلو. ما بننسى الحزام الخلفي الموجود ليحدد لك خصرك، وما بننسى المقاسات كمان انه هو متوفر بثلاث مقاسات، سمول ميديوم ولارج. طبعا الاسعار اللي احنا مقدمينها اليوم اسعار جدا مثالية، نحن عم نحكي عن كوليكشن الكميات فيه محدودة. سماح هلا رح احكي على اللون اللي انت لابسيته. سماح اللون الرائع، طبعا بدي ارجع اذكر ان احنا مقدمين ثلاث قياسات سمول ميديوم ولارج، وانت لابسة هون القياس السمول، انا لابسة القياس الميديوم. شايفين التفاصيل على سمح قديش عن جد جلابية كتير حلوة. جلابية أنا على فكرة أخذتها اشتريتها، يعني لحقوا حالكم. هلا كمان رح نشوف على نلمى قديش الإطلالة تبعها كتير حلوة، وقديش أو شو هي، مين هي شخصية السيدة اللي بتحب اللون البيربل. شو شخصيتي أنا هذا اللون بحبه، حساسة متفهمة بتحب الناس وبتحب كتير تساعديهم. سو إذا أنتم فيكم هيدي الصفات بنصحكم طبعا أن أنتم تختاروا هيدي الجلابية. تفاصيل جدا رائعة مثل ما نحن شايفين كلياتها، الشغل يدوي
كمية محدودة. نحن أول مرة عم نقدم هيدا البراند براند سواري ومقدمين كوليكشن أماسي عن جد كتير حلو. سماح هلا رح نحكي عن آخر لون موجود معنا هو اللون الأسود. أنا متأكدة كل الصبايا اللي عم يتابعونا أغرموا بأول لونين بس استنوا لسه في لون ملكي عم نحكي عنه وهو اللون الأسود. لكن قبل هيك بدي أرجع أذكركم أنه مقدمينه بسعر جدا تنافسي على يمين الشاشة كل المعلومات والسعر باللغة طبعا السعر الخاص ببلدكم. ما بننسى انه هو سعر مغري ولفتره كثير قصيره. ايضا الحلو فيه انه هو كميته جدا محدوده كرمال هيك استغلوا الفرصه. بنرجع للون الاسود اللي شايفينه نحن قدامنا هون تفاصيل تماما مثل كل طبعا الجلابيات. لكن مين هي السيده اللي بتختار هاللون الملكي اللي كلها تحبه؟ هي سيده غامضه اللي بتحب دائما تخبي شوي مشاعرها او تكون خجوله شوي فما بتحب تعبر هيك عن مشاعرها بتختار يعني اللون الاسود هيك بتاخذ اوكي بتاخذ هيدا اللون. وما بننسى انه هذا اللون كثير مميز مثل ما عم نشوف هلا نيلما لابسته. اول شيء دائما الاسود ملك الالوان يعني اذا احترتي شو اللون اللي بدك كثير حلو عليه مزبوط. كمان شايفين الذهبي شوفي الذهبي جاي على تطريزته على كل لون مختلف تماما عن اللون الثاني صحيح بتحسيها كانه هي دريس مختلف عن التفاصيل الثانيه. كرمال هيك فيكي تختاري مو بس اللون الاسود تشتري اكثر من دريس نحن مقدمين لكم اياه اليوم. وما بننسى الخيوط الذهبيه المشغوله يدويا الحزام الخلفي الشيفون المصنع منه. ما بننسى الاكمام الطويله يعني حتى لو كنتي سيده محجبه كثير بتناسبك هالاطلاله لإلك صحيح. هلا شفنا الثلاث الوان مع بعض هلا خلينا نتذكر التفاصيل اللي نحن مقدمينها اليوم وشو هي اكثر الاشياء اللي هيك اللي بتميز الدريسز اللي نحن مقدمينها. اول شيء الماتيريال اللي هو الشيفون هاي كواليتي عالي الجوده. عم نحكي عن براند اوكي براند سواري. هيدا البراند هو براند اصلا موجود بلبنان هو ميكشر ما بين مصممين او مزيج ما بين مصممين لبنانيين وفرنسيين. شايفين طبعا هون الخيوط الذهبيه اللي مستخدمينها اللي هي كلياتها شغل يدوي يعني انتم فيكم تتخيلوا الشغل اليدوي هيدا قديش بياخذ وقت لحتى ان هم يقدروا يعملوا قطعه واحده بس اوكي. فعن جد كثير تفاصيل حلوه سماح حبيت كثير كثير هالتفاصيل. بنرجع بنتذكر مره ثانيه هالجلابيات المميزه قد ايه الى كثير من الخصوصيه مزبوط انه ما انا واضح ابدا. فهي عن جد فستان بياخذ العقل الحزام الخلفي اللي بيعطي خصر حلو للسيده. ما بننسى المقاسات المتوفر فيها. بنرجع بنتذكر مره ثانيه شو هي الثلاث الوان المميزه من تشكيله اماسي من ماركت سواري اللبنانيه. نحن شايفين جاي بثلاث الوان مختلفه الاسود المارون والبيربل جاي ايضا بثلاث مقاسات مختلفه حسب مقاسك سمول ميديوم او لارج بتختاري على ذوقك. والسعر احلى واحلى عم نشوفه السعر مستحيل نفكر هيدا التصميم موجود بهيدا السعر. ما تنسوا الكميات محدوده وهيك بشكل سريع سماح لابسه السمول اوكي مزبوط. انا لابسه الميديوم وعلى فكره وسع شوي عليا عشان اوكي اذا اليوم انتم كنتوا عم تحضروا معنا حلقه جدا مميزه وفقره جدا رائعه تعرفتوا فيها على براند نحن اول مره نقدمه هو براند سواري. تعرفنا على ثلاثه دريسز ثلاث فساتين كثير حلوين بالوان مختلفه اللون المارون الاسود والبيربل. هلا صار فيكم تطلبوا التصميم اللي انتم حابينه قبل ما تنتهي الكميه. يلا خلينا مع بعض نشوف الارقام الخاصه ببلدكم لحتى تطلبوا اي فستان عجبكم من اماسي. للطلب والاستفسار اتصلوا بالارقام المرادفه لبلدكم على مدار الساعه او زوروا موقعنا citrusv.com. يمكنكم ايضا الطلب عبر التطبيق على ابل واندرويد.